في عالم الرياضة تسطر قصص ملهمة تثبت أن الإرادة والعزيمة أقوى من أي ظروف أو تحديات. وهاجر الدالي لعبة كرة سلة سابقة من محافظة السويداء جنوبية سوريا خير مثال على ذلك، فقد تمكنت هاجر من تحويل شغفها باللعبة إلى مهنة مميزة، حيث حصلت مؤخراً على إشارة حكم دولي معتمد من الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيفا. بدأت هاجر مسيرتها الرياضية كلاعبة كرة سلة في نادي لاهيثة في الشمال الغربي لمحافظة السويداء، ثم واصلت مشوارها مع منتخب العربي لموسم كامل. ولم يقتصر شغف هاجر على اللعب فقط، بل سعت لتطوير مهاراتها في مجال التحكيم أيضاً، فقد حصلت على دعم كبير من الكابتن وفيق سلوم من محافظة السويداء وعائلتها التي وفرت لها كل الرعاية والتشجيع. بداياتي كانت مع نادي لاهيثي كلاعبي لموسم السيدات. الدعم الأول إلي كان أهلي، حفزوني وقووني كثير لمني تابعت بمسيرتي، تابعت مع نادي العربي لموسم كامل، ومن ثم انتقلت لمرحلة التحكيم. طورت نفسي، خضت دورات كثير، اشتغلت على حالي كثير وتعبت لوصلت لهي المرحلة اللي أنا فيها حالياً. لم تكن رحلة هاجر سهلة، فقد واجهت العديد من التحديات خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة في سوريا، لكنها لم تستسلم أبداً، بل واصلت العمل الجاد والتدريب الدؤوب للحصول على شهادات التحكيم الدولية. وتعد هاجر مثالاً يحتذى به للفتيات والشابات في جميع أنحاء العالم، حيث تظهر أن العزيمة والمثابرة هما مفتاح النجاح وتحقيق الأحلام. بتمنى من كل اللاعبين والحكام ما يستسلموا وما يخافوا من الفشل، يطوروا حالهم ويسعوا وراء حلمهم ليحققوا اللي بدهم اياه ويحبوا الباسكت وما يخلوا اي عائق يوقف بطريقهم. بشكر كل الاشخاص اللي كانوا معي بمسيرتي واللي قووني وخلوني اوصل لهي المرحله. تعد قصه هاجر الدالي قصه ملهمه تؤكد على اهميه الاصرار والعزيمه في تحقيق الاحلام، فهي نموذج يحتذى به للجيل القادم، يظهر أنه لا شيء مستحيل مع العمل الجاد والمثابرة.